طبعا برنامج الاكسل هو برنامج جداول الكترونيه مسميه، برنامج جداول الكترونيه. ليش جداول الكترونيه؟ لانه هو عباره عن ايش؟ مثل ما انا شايفين مجموعه من الخلايا. برنامج الاكسل يقسم الى ورقات، مثل ما شفنا ورقه واحد، ورقه اثنين، ورقه ثلاثه، ورقه اربعه، بحسن نضيف ورقات كمان اضافيه، شايفين؟ يعني هلا نحن شفنا ملف الوورد مؤلف من صفحات، مو هيك؟ ملف الباوربوينت مؤلف من شرائح. اما برنامج الاكسل، ملف الاكسل فهو يتالف من ايش؟ من ورقات، من ورقات. والملف الكامل، يعني اذا كان انا حفظت الملف بيطلع عندي ملف بسميه مصنف، بسميه مصنف. فاذا المصنف يحتوي على مجموعه من ايش؟ من الاوراق، مثل المصنف تبع الاوراق العاديه البلاستيك اللي بنعرفه، شايفين؟ انا لهذا المصنف احط فيه مجموعه من الاوراق سوا. وهون ايضا المصنف الاكسل، يعني ملف الاكسل هو مجموعه من الاوراق، وكل ورقه هي عباره عن جدول الكتروني او مجموعه من الخلايا، شايفين؟ مجموعه من الخلايا. طيب، فاذا اصغر وحده في الاكسل، ساحه العمل في الاكسل هي تقسم الى خلايا، واصغر وحده فيه هي خليه، بنسميها خليه. فانا وين ما نقرت طبعا تجي النقره على خليه، تمام؟ الخلية هي تقاطع عمود، هذا العمود A مثلا، وعلى فكرة الأعمدة تسمى بالأحرف A B C D، وأنا ماشي لأوصل للزيت، بعد الزيت إيش بتجيني؟ A A، بعد A B، بعدين A C، بعد A D، وأنا ماشي. والأسطر هي عبارة عن إيش؟ أيوة، ترقم، تعطى تسميتها بإيش؟ بأرقام. طبعا هون عندي لتحت شي مليون سطر، كم مليون سطر ها؟ عندي لتحت. والأعمدة عندي شي 16,000 عمود. فعدد كبير جدا من الخلايا. طيب، الخلية هي تقاطع عمود مع سطر. تقاطع عمود مع سطر، يعني وكل خلية بسميها باسم العمود والسطر الموافق، يعني هاي الخلية ايش اسمها هاي؟ أي واحد، شوفوا كتب لي هون أي واحد، ايش هذا هو الأي واحد؟ هذا اسم الخلية، وهذا محل كده فيه الاي واحد بسميه مربع الاسم. انا لو نقرت مثلا هاي الخلية، ايش كتب لي؟ اتش 4. فاذا هاي هي الخلية اتش 4، فهذا مربع الاسم بيعطيني اسم الخلية. او اذا كان انا بدي خلية اروح عليها مثلا، بدي اروح على اي واحد، بكتب له هون اي، طبعا بالانجليزي اي واحد، بروح على الخلية نفسها اي واحد. طيب، فهذا بالنسبة لمفهوم الاكسل. طيب هلا بالنسبه لعناصر الاكسل، طبعا مثل الوورد والباوربوينت بدرجه كثير كبيره، عندي شريط العنوان بيعطيني ثلاث معلومات: اسم الملف، اسم البرنامج، وضع التوافق. اذا كان انا عندي الملف محفوظ عندي بتنسيق قديم، فبحط لي هون بكتب لي وضع التوافق، انه ملفك قديم، انه عم يشتغل في وضع التوافق. طيب، هون في عندي شريط ادوات الوصول السريع، شرحت انا عنه في الوورد وفي في 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 الباوربوينت، ما بنرجع بنعيد. هون عندي المساعده، هاي الاشاره هون، طريقه عرض الشريط كمان حكينا عنه. هون عندي تحت هذا مسميه الشريط، مقسم الى تبويبات. وفي عندي القائمه ملف، القائمه ملف طبعا كمان مثل الوورد والباوربوينت، كثير شبيه فيه. هون عندي الصفحه الرئيسيه، طبعا فيها اغلب الاوامر اللي لازمتني. ادراج ايضا مثل الوورد والباوربوينت لدرجه كثير كبيره، ادراج صوره، ادراج مخطط، ادراج كذا. بس هم في عندي جديد انه في عندي مجموعه من المخططات، تمام. تخطيط الصفحه طبعا كمان عندي مثل ما احنا شايفين مجموعه من الاوامر المشتركه، شايفين؟ نسق، هوامش، اتجاه، حجم، كذا. بس هون في عندي شغله كمان هي موجوده في الباوربوينت، انه الاتجاه من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين، تمام؟ ف اذا كان انا هلا ورتي، اذا كان انا عندي بالعربي طبعا من اليمين لليسار، اذا كان بدي اياه بالانجليزي من اليسار لليمين، شايفين؟ شوفوا الاي صارت على اليسار، بينما لو اتخذت اتجاه من اليمين لليسار صارت اي على اليمين. فهون اذا كان انا بدي جدولي بالعربي طبعا من اليمين لليسار، اذا كان انجليزي من اليسار لليمين. طيب، في عندي السياق، هذا شيء جديد غير موجود لا في الوورد ولا في الاكسل، وهو يهتم بالصيغ الرياضيه والصيغ الاحصائيه وغيرها، تمام. انتبهوا يا شباب، في عندي بيانات كمان، هذا جديد. ففيه البيانات، الفرز والتصفيه مثلا، تحقق مساحه البيانات وهالامور هي.
طيب مراجعة مشترك، عرض كمان نفس الشيء قريب من بعضه كتير. المطور هذا شيء خاص، هذا مشان الأمور برمجية وكذا. طيب طيب هلا أنا لما نشتغل نشتغل ملف مثل هذا، شايفين نشتغل ملف أو نساوي اللهم صل على النبي، أساوي أنا جدول مثل هذا. طيب طيب أنا هون بجي بكتب جدولي، كتبت الاسم، خلونا من هون باشر من هون الاسم، إيش بعد الاسم؟ سين 4 للمجموع. طيب سين 1 طبعا هون بس لما اجي بكتب سين 2 سين 3 وانا ماشي. شوفوا طيب في عندي طريقه اخرى، هلا شوفوا مشان اكبر انا طبعا بعمل الزوم، بقول له ملائمه التحديد فبكبر لي على قد التحديد تبعي. طيب طبعا الزوم شريط الزوم اخذناه في الـ في الـ في الـ في الوورد وفي الباوربوينت. طيب طب هلا انا بحسب اكتب سين 2 سين 3 سين 4 او شوفوا بنقر هون بهي الخليه طلعوا الزهر عندي هون من تحت بالزاويه مربع صغير. انتبهوا يا شباب يا شباب انتبهوا، لما حط طلع لي مربع صغير لما بحط المؤشر عليه بصير عندي شارد زائد بدون رؤوس، بدون رؤوس بضغط عليه وبسحب مش عبالي عبالي سين 2 سين 3 سين 4. ففيه ميزة ذكية الإكسل، فيه ميزة ذكية لحاله بعبيه، إذا شاف في عندي أرقام لحاله بعبيه. وهذا المقبض اللي حطيت عليه المؤشر وصار هيك بهالشكل هذا بسميه مقبض التعبئة، لأنه ليش بستخدمه التعبئة. طيب هون بحط المجموع، طبعا أنا بدي بعد ما كتبت أنا هون، طبعا هون أنا عفوا بحسن هدول بنسخ نسخ عشان ما نرجع نسخ طبعا لصق او بس ما احط له لصق بنعمل له لصق. شوفوا لما لصقت ايش لصق لي مع ايش مع الحدود والتنسيقات. فانا هون في عندي عده خيارات لللصق، شايفين عندي عده خيارات، بس بقول له لصق لي بس القيم، يعني ايش هو احتفظ لي فقط بالنصوص، شايفين بدون حدود بدون تنسيق، او بس بقول له القيم وتنسيق الارقام. طبعا هون ما في عندي ارقام، او بحسن بقول له تنسيق المصدر فبيحتفظ لي بتنسيق نفسه، شايفين محتفظ لي بتنسيق نفسه. او بريد بقول له التنسيق نفسه بس انسخ لي، بنشوفه لاحقا ان شاء الله. فعندي عده خيارات، طبعا بستخدم الخيار بدي اياه، طبعا انا بدي هون بس القيم، بس القيم نسخنا القيم. طيب هلا انا بضيف رقم، بضيف رقم، طبعا نسيت هون اضيف عمود مشان احط فيه الرقم، بعمل له ادراج، بنقر على العمود اللي بدي اياه وبقول له ادراج فبدرج لي عمود قبله، بدرج لي عمود قبله. طيب عملت هيك ادراج، ادرج لي عمود، طبعا العمود الجديد صار هو العمود اي، بكتب له الرقم هذا 1 2 3 ايش بعمل؟ بنحط على مقبض تابع او بنسحب. طبعا بالي وحدات بجي لهون شوفوا بنقر هون بقول له تعبئة السلسلة، تعبئة السلسلة تمام. طيب هلا بعد ما عبئة السلسلة هذا هذا العمود عريض بغير ايش ايش بعمل؟ شوفوا بروح لهون، بروح لهون شلون صار شكل المؤشر؟ سهمين متعاكسين، بغير عرضه مثل ما بدي، شايفين؟ او بنقر نقرتين عليه فبيعمل لي ضبط تلقائي للعرض، نقرتين نقرتين على الفاصل مثلا، هذا اخذته هيك نقرتين على الفاصل بيعمل لي ضبط تلقائي على اكبر محتوى، بيعمل لي القياس على قده تمام. الورد ما فيه خلايا، ما فيه خلايا، بس احيانا في متصفح الملفات، شوفوا متصفح الملفات نفس الشيء، طلعوا متصفح الملفات طلعوا هون، انا هاد بنقر نقرتين بزغر لي على قد الكتابة. طيب طيب طبعا انا ضفته هون، ضفت الرقم شايفين، وحطيت هون المجموع، حطيت كل شيء. طيب هلا انا
بدي اضيف كمان هون اضيف عنوان انه اسميه هذا عنوان هذه علامات المذاكره لهذا. طبعا ما اضيف امكاني اضيف سطر بحط له ادراج ضف لي سطر تمام. طب هلا انا وين اكتب علامات المذاكره بين خليه بامكاني ادمج الخلايا كلها هيك احددها كلها واقول له دمج وتوسيط واكتب هون علامات المذاكره تمام. طبعا بحسن بكبر الخط باعتباره هذا عنوان اعرضه اغير له لونه حطيته بلون كاشف ليش بامكاني احط خلفيه غامقه صارت اوضح مو هيك. في عندي هون دمج وتوسيط بستخدمه. طب اذا زرت الغي الدمج شوفوا بنقر عليه انتبهوا يا شباب يا شباب انتبهوا لهون ترجعوا بالطبق ترجعوا بالطبق. اذا زرت الغي الدمج برجع بنقر عليها ولا التغى الدمج رجعت كله هذا لحاله او برجع بقول له دمج وتوسيط. طيب هلا كمان هذا بدي اغيره كمان هذا عنوان شايفين اعطيه لون اخر مثلا نعطيه هذا اللون نعطيه مثلا خط كاشف عفوا هون تبديل هون تبديل لون الخط. طيب صار هيك اوضح مو هيك. طيب هلا انا بدي اعمل هذا جدول بدي احط له حدود بحدده وبروح للحدود حدود هون شايفين حدود طبعا بختار حدود من هون كان يختار حدود مثلا قال له حدود مربع سخين مثلا او مثلا وين حدود خارجيه حطيت حدود خارجيه امكان. طب بدي احط حدود داخليه بروح لوين برجع بنور هون بقول له مزيد من الحدود. طيب بختار الحد اللي بدي اياه ليكن مثلا هذا الحد نشوف هون طبعا بختار نمط الحد بدي اياه خلي يكون هذا الحد وبقول له حدود بينيه افقيه وحدود بينيه عموديه وبختار اللون. طبعا بعد ما اختار اللون برجع بقول له حدود حدود موافق صار عندي حدود تمام صار عندي حدود بيني. طيب هلا بدي اضيف العلامات. طبعا اضافت علامات تكتبها باليد طبعا لو كنت انت استاذ وعندك العلامات بدك تكتبها باليد تمام بدك تكتبها باليد. هلا انا مثلا انا بالنسبه لي بدي اضيفها بطريقه سريعه ما بتمكن الطريقه بس مشان السرعه يعني مثلا بين 0 و 10 عفوا نرجع من عيد صفر و 10 هذا مثلا هذاك علامته مثلا من 10 السؤال هذا مثلا السؤال علامته مثلا نقول 10 20 لا بدنا علامات تطلعوا على التمام خلونا نضيف هاي هذول مثلا هذوك من 10 هذول نقول يساوي راوند بتوين هذول العلامات مثلا من 5 او مو من 5 خلونا نقول علامات هون من 8 0.8 طبعا بتجي العلامه بين 0 و 8 عفوا عم ننسى نضغط كنترول انتر 0 و 8 كنترول انتر. طيب بنصلح علامات ضفنا تمينات هون انا مبالي في واحد تالت راوند بتوين بين 0 و 5 ده قولوا انا مبالي لسه في عمود تالت كمان بنضيف فيه علامات كنترول انتر عبالي اهو من 0 ل 5. طيب طيب ضفت العلامات صارت عندي موجوده العلامات. طب هلا انا بدي اجمعهم ايش بعمل؟ بمسك آلة حاسبة بنضل اجمعهم وحده وحده مو هيك؟ طيب طبعا بامكاني هون شوفوا بامكاني اشوف هون طلعوا بامكاني استخدم نفس الاجراء عمليات حسب يعني هون بامكاني اجي احط هذا يساوي طبعا بدايه العمليات الرياضيه بحط يساوي ما بس العمليات الرياضيه كل شيء بسميه صيغه في الاكسل. الصيغه هي
عملية على مجموعة من البيانات، شايفين؟ ليس فقط للعمليات الرياضية وإنما للعمليات الأخرى. مثلا أنا بجوز أحتاج أجمع نصوص، فبحط يساوي بدمج بين النصوص، عرفتوا؟ طيب هلا أقول أنا بدي أجمع 6 و6 و5 و0، فبيجي بحسب بقى له يساوي 6 زائد 6 زائد 5 زائد 0، بجمع لي اياهم. طبعا هو شوف عم بغير لي القيم، بغير القيم ليش؟ لانه هنا الداله اللي حطيت له اياها انه قيم عشوائيه، كل ما اشتغلت برجع بقلب ليها انا، مشان حتى اتخلص من الشغل بعمل له نسخ وبرجع بلصق القيم فقط. هلا شوفوا قبل ما انسخ القيم ايش كاتب لي هون. هذا الشريط على فكره بسميه شريط الصيغه اللي بحط فيه الصيغ. ايش كتب لي هون؟ كتب لي راند بتوين كذا كذا الداله. انا طيب ما بدي الداله، ما بدي اغير لي ارقام، بدي شو؟ تبقى سيرة الارقام، بحط له لصق القيم فقط. فلا ايش كتب لي هون؟ اعطاني القيمة. طيب على فكرة هذا شريط الصيغة بحط لي فيه الصيغة، تمام؟ هلا بنشوف، بس نكتب صيغة هون او هون يعني موجودة. هاي صيغة ايش كتب لي هون؟ يساوي 6 زائد 6 زائد 5 زائد 0، تمام؟ اما في الخلية ايش بكتب لي؟ بكتب لي نتيجة الصيغة، تمام؟ فإذا حتى الصيغة أعرف بطلع هون. طبعا أوبن أورن أرتين كمان بيعطيني الصيغة، كمان بيعطيني الصيغة، شايفين؟ من أورن أرتين بيعطيني الصيغة. طيب هذا بسميه شريط صيغة، بحسن بكتب من هون كمان. طبعا أنا حطيت بدل يساوي هون، أحيانا تكون الخلية صغيرة بإمكاني أكتب هون، فحطيت له مثلا يساوي، طبعا يساوي وحدة 7 عفوا زائد 8 زائد 4 زائد 1. طيب بيعطيني المجموع 20. طبعا كان كمان بدل الزائد استخدم عملية الضرب وعملية القسمة وعملية الطرح. عملية القسمة الشيء شلون رمزه؟ خط مائل، يعني بحط له مثلا يساوي 10 على 5، ايش نتيجته؟ 2. فالقسمة يساوي، القسمة اشارته يساوي، والضرب اشارته نجمة، يساوي مثلا 2 ضرب 5 ضرب 10. النجمة طبعا هي الشيفت مع 8، 2 ضرب 5 مثلا 10، تمام؟ طيب نمسحهم ما لنا شغل فيهم. طب هلا انا بعد ما كتبت هيك يساوي، طب كل واحدة بدي اجي اكتبها يساوي، طب انا بجوز اغير علامة، هاي مثلا ما هي 4 غلطت انا، هاي 5 ما هي 4، حطيتها 5 هاي بقت 20، برجع اروح اصلح؟ لا. ايش بعمل انا؟ بدخل اسم الخليه، بسميه اسم الخليه او بسميه يعني بالانجليزي بسموه الريفرنس، بدخل مرجع الخليه. ممكن الخليه لها مرجع الاسم؟ نعم. بدخل مرجع الخليه، هون بدل ما احط له زائد يساوي 7 زائد 8 زائد كذا، بحط له يساوي الخليه هاي سي 3 زائد بنور على الخلية اللي بعده، زائد بنور على الخلية اللي بعده، زائد بنور على الخلية اللي بعده. طبعا ما بعت حسين انقر، ليش؟ انه الصيغة هو ما بعتها، فانا كان من الافضل وين اكتب الصيغة؟ اكتبها هون فوق، شايفين؟ كان من الافضل اكتب الصيغة. طيب ما كتبت، بكتب كتابي بايدي. زائد الشيء انه زائد اف 3 مو هيك؟ اف 3 بيساوي 21، تمام؟ طيب في طريقة كمان أسهل، بمسحه بقول يساوي، طبعا أول شيء بنقر على الخلية اللي بكتب فيها الصيغة، بروح لهون بقول له يساوي، بستخدم دالة الجمع اسمها سم، سم بكبس تاب بكمل لي بشكل تلقائي، بكتب لي بحط لي لحاله قوس. فهون عم بقول لي دخل نمبر 1 نمبر 2، بدخل العدد بديه. طيب أنا بجي هون وبسحب، تمام؟ ولا دخل اياهم كلهم، برجع بنقر تاب ثاني خالص. لا بامكانك تكتب كتاب القوس. ايوه مشان بس يكمل لك، شوف طلع في ايش بتفيدني، شوف ايش بتفيدني. برجع بحسبه. شوف ايش بتفيدني. حطيت له يساوي، كتبت له اس، طلع لي اقتراحات. شايف؟ طبعا بروح انا بحسن بروح لسه مو بنقر عليهن ارتين. دخل لي كأنه كبست
شايفتهم؟ طيب هذا كمان اسلوب اخر. شايفه دخل لي قوس. بحط له هون. اخذته شايف؟ او انا بدي من سي 3 للاف 3 بحط سي 3 نقطتين اف 3 فبياخذ لي معناتها مجال. اما اذا ما كان مجال فبحط بحط بيناتها فواصل. تمام؟ يعني مثلا بدي يجمع لي السي 3 مع الاف 3 فقط. فبحط سي 3 فاصلة اف 3. تمام؟ طيب هلا بامكاني اكبس تاب حتى اسكر او 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 اكتب انا القوس لحالي واكبس انتر بسكر لي. مثل ما قلنا لو كذا انا مثلا لو حطيت له فاصلة بدل نقطتين ايش بيجمع لي؟ بس شوفوا وحتى لو ولي اياه هون لو ولي هي بالازرق الكاشف هي بالاحمر كاشف انه شو الصيغه تضم فقط هاتين الخليتين. انت ما فهمت اكمله ايش حط لي؟ طبعا 7 و 1 و 8. احيانا خصوصا بالكمبيوترات اللي يكون محطوطه بالصيغه العربيه نحتاج فاصله منقوطه بدل الفاصله. نعم كثير احيانا هاي الاعدادات ترتبط بلوحه التحكم في كمبيوترك. فانت اذا ما زبطت معك الفاصله استخدم الفاصله المنقوطه. تمام؟ طيب هلا حطينا نقطتين. طيب نقرنا صار عندي مجموع. طب هلا انا بدي اعمل مجموع للثانيه ايش بعمل؟ مخبض التعبئه. ها بجي لهون وسحبه ولا خلص طبقي. طبعا هو بشكل ذكي لما بدي يجي يعبي في هاي بعبي هدول بجمع هدول ولما بنزل لتحت بجمع هدول. هو في ميزات ذكيه لكل حاله كل وحده ما دام هي مجموع الاربعه اللي على يمينه ما تحتها مجموع الاربعه اللي على يمينه وهكذا. تمام؟ فبعبي عن طريق مخبط تعبئه او بامكاني اجي على مخبط تعبئه انقر نقرتين انقر نقرتين ولعب اياها. طبعا هي فيش بتفيد هاي العمليه اذا عندي مثلا 400 اسم شايف اللي بيشتغل على الجداول الكبيره عندي 400 اسم او عندي مثلا الاف الاسماء طبعا ما كل وحده فباجي بعبي بستخدم مخبط التعبئه اهو شايف بستخدم مخبط التعبئه وبعبي اسرع بكثير. طيب فاذا هيك بكون حصلنا على ايش؟ على الجمع بكون دخلنا الجمع. طيب انا هلا بعد ما حصلت على الجمع بدي اطالع متوسط العلامات لاشوف السؤال الاول ايش قد متوسط العلامات لاشوف مثلا السؤال الاول هو سؤال نظري السؤال الثاني سؤال مثلا استنتاج السؤال الثالث سؤال مثلا يعتمد على الفهم شايفين بدي اشوف كل سؤال شلون تقييم الطلاب فيه واشوف العلامه المتوسطه لطلابي بالاخير فبامكاني انا اطالع شو المتوسطات الحسابيه بطالع متوسط الحساب طبعا له داله خاصه فيه وبامكاني كمان اطالع النسبه المئويه. طيب اول شيء انا اشوفه اذا مسكت انا بدي اشوف متوسط علامات هذا السؤال بطريقه سريعه بدون ما اكتب شيء بس بعلمون بنقر بسحب فهون بكتب لي على الشريط الحالي متوسط 6.4 في الاكسل بس انا علمت مجموعه من الخلايا بيعطيني معلومات سريعه ايش عدد خمسه انا معلم خمس خلايا شايفين فيها بيانات ومجموعهم 32 ومتوسطهم 6.4 هي بيعطيني هلا ليش انا بحتاجها كثير ايه موجوده ايه موجوده فيه هاي. طبعا كنا نعدل عليها بس حاليا ما بهمنا بس نذكر هذا. طيب هلا انا بدي المتوسط بحط يساوي في عندي دال اسمه افريج كلمه افريج باللغه الانجليزيه متوسط افريج بحط له افريج شوفوا بعود بطالع لي المقترحات بروح على الثاني هذا لون هذا المقترح شايفين حط لي الافريج لا ايش بسحب له هدول بكبس تاب طلع عندي الافريج اد 6.4 المتوسط 6.4 طيب بدي اطالع المتوسطات الباقي ايش بعمل؟ بضرب وبسحب طلعت عندي شايفين طلعت عندي ايش اسمه حسب لي متوسطات لكل لون. طيب انا بدي مثلا يحط لي رقم واحد ما بدي يحط لي رقم بعد الفاصله ايش بعمل؟ بامكاني اروح لهون شوفوا هون هذا الرمز هون فايش بيعمل لي؟ بيعمل لي تقريب
تقريب. او بامكاني ازيد الفواصل العشريه بالشكل هذا، رقمين بعد الفاصلين، فهمناها؟ تمام. طيب في شغله نسيت اقول لكم، انا طلع هون اذا بتلاحظوا هون حط لي الحدود باللون الاسود، شايفين ليش هو؟ لانه لما انا عملت سحب بخبط التعبئه فايش عمل؟ سحبني السياق، والتنسيق نفسه كمان طبقه وطبق لي التنسيق، شايفين؟ فانا ما بدي يطبق لي التنسيق، لما انا بسحب بخبط التعبئه وما يطبق لي التنسيق ايش بدي انا؟ ايش بعمل؟ بنقر هيك بسحب وبجي بنقر بقول له تعبئه بدون تنسيق. طبعا لو هو طبق التنسيق وخلاص، يعني هلا بامكاني اعمل تعبئه بدون تنسيق. طيب يعني مثلا شوفوا نشوف هلا نشوفها بعدين. طيب هلا انا بدي احسب النسبه المئويه، بدي احسب النسبه المئويه لكل سؤال. طبعا هذا السؤال هو 6.4، بس من شقات 6.4، من شقات 6.4 ما نعرفين، شايفين؟ فبدي احسب النسبه المئويه، انا بدي اطالع 6.4 من 10، شو بدي اعطيه النسبه المئويه من هذا؟ طبعا بامكاني انا احط علامه السؤال وبعدين اقسم على بعضه، تمام؟ بحط هون مثلا هذا علامه السؤال، شو قلنا علامه السؤال هون؟ 10، مو هيك؟ 10. طيب بسحب هيك، عفوا انا عندي هذول سؤالين بس 10، مو هيك؟ وهذا 5، بحط 5 وبسحب صار عندي 50. والعلامة الكاملة مش قاد مجموعهم كلهم، مجموعهم مو هيك؟ طبعا او الافضل انا بحط مجموع، ليش؟ لانه بجوز اغير في علامات سؤال، فبغير لي بشكل تلقائي في المجموع، بحط له يساوي سم. طبعا هنا اعطاني خطا لانه ليش ما كتبت الصيغه بشكل صحيح، يساوي سم، اجمع لي هدول العلامة طلعت العالم 3. لو انا هلا غيرت علامة سؤال من الاسئله صار مثلا هذا 15 مثلا، بصير لي 35، تمام؟ فالافضل طبعا استخدم هالشكل هذا. طيب طبعا عندي العلامة 3، طبعا هلا بدي اطالع شو؟ النسبة المئوية، النسبة المئوية ايش هي؟ العلامة تقسيم العلامة الكاملة، بحط له يساوي، بنقر على هاي الخلية تقسيم، انا عم بنساها تقسيم هي، انتر اعطاني 0.64. انا بدي يطالع لي اياها بالمية هيك تكون واضحة، كان اروح لهون انقر على هي بالمية 64%، تمام؟ سحبة طلع لي النسبة المئوية للكل، نعم؟ يعني هون متوسط العلامة هي 64% من العلامة الكاملة، وهون متوسط علامات الطلاب هي 57% عندي، تمام؟ طبعا بامكاني هون اجي احط هون اعمل دمج وتوسيط، او اعمل دمج عبرة، دمج عبرة بسحب هيك ولا دمج لي كل تنتين تحت بعض دمج لي اياهم، تمام؟ بجي بقول له المتوسطات العلامة الكاملة هون النسبة المئوية، تمام؟ طبعا بامكاني اغير الحدود، انقر هيك بروح للحدود، مثلا حط لي حدود خارجية، برجع بدخل مزيد من الحدود، حط لي مثلا هذا الحد، وين هو هذا الحد؟ أكواس ممكن يكون، حط لي لونه بالأزرق مثلا، حط لي هيك، موافق، طلعت عندي، مثلا هون هذا أعطيه لون من الألوان، هذا أعطيه لون. هذا اعطيه لون. طيب ها تمام، صار عندنا الجدول، صار عندي الجدول، شايفين؟ طيب بالنسبه للمعويده مو بس تكتب مثلا يساوي اسم الخليه تقسيم اسم الخليه الثانيه، نعم
بالنسبه للهويه ايه رقم تحسين برقه فقط. يعني هلا مثلا اذا كان علامتك من 100 جبت 50 شو النسبه 50%. طب اذا كانت 10 وجبت 5 5 على 10 50%. شوف هي هي العلامه المئويه. طيب لنطلع اذا في شيء ما اعطيناكم اياه. نعم الكاونتي صحيح الكاونتي. طيب هلا انا بدي عاد عندي كم طالب موجود شايفين بعد عندي عدد طلاب موجودين حط مثلا هون عدد المتقدمين حط مثلا هاي دمج وتوسيط عدد المتقدمين شايفين بدي احطه هون طب احط له يساوي كاونت اي الكاونت بعد لي فقط خلايا فيها ارقام اما الكاونت اي بعد لي الخلايا اللي فيها شو ارقام او كتابه المهم فيها مهم فيها محتويات بقول له كاونت اي يعني كاونت اول عندهم كلهم وبجي بسحب هذول طبعا لو كان عندي جدول كبير بحتاج الكاونت اي عرفت شلون او احيانا يكون في عندي جدول وفيه مثلا فاضي في طلاب من شايفين شلون ما مسجل فيه اسمه كاونت اي شاهد كم واحد خمسة يعني مثلا لو كان عندي هيك شوفوا ادراج طبعا هاي بحسن هون بنقلون بنقر هيك سحب طبيناه هون نقلتهم شايفين لو كان عندي هيك الجدول انا مثلا لو كان عندي هيك الجدول انا شايفين طبعا بس هون بعود بدي اعدل بدي اعدل هدول شايفين بدي اعدل بدل السي 7 قال له خذ لي للسي 11 شايفين او ممكن اني خلص هاي بس مثال مشان ليش نحتاج الكونتي حذف فهمناها يا جماعه طيب لو انا مثلا بدي الاختصاص بدي الاختصاص تبع الطالب نسيت انا اضيف عمود الاختصاص تمام نسيت اضيف عمود الاختصاص طبعا كان اكتب هون اختصاص الاختصاص واكتب هون بس بدي ارجع انسق ارجع اطبق نفس التنسيقات تمام طب انا ما بدي ارجع اطبق نفس التنسيقات بدي عمليه اسرع ايش بعمل شوفوا بحدد هدول ومقبض التعبئه هذا السحري طبيته هيك ايش عمل لي نسخوا القيم والتنسيقات بجبروا بقالوا انا بقالوا تعبئه التنسيقات فقط تمام حطيت هون الاختصاص او القسم مثلا مدنيه معلوماتيه شوف هلا جيت كتبت ميم دال راح طالع لي مدنيه تمام طيب انا في عندي هذول ثلاث طلاب كيميائيه مثلا فبدي اعبي كلمة كيميائية لثلاثة. ايش كان يكتب؟ كيميائية واصحاب. طيب في طريقة كمان اسرع. ايش بعمل؟ شوفوا. حددتهم بكتب كيميائية. كيميائية وبنقر على الانترال على الكنترول ومعه انتر. والعبالي ثلاثة سوا. كنترول انتر والعبالي ثلاثة سوا. تمام؟ طبعا هاي برجع بعمل هيك بسحبهم بروح على دمج وتوسيط. بلغية برجع بنقرها مرة ثانية ولا رجعت صارت تمام رجعنا عملنا ترتيب جديد بشكل سريع بشكل سريع أي سؤال يا شباب أي سؤال طبعا كان هاي كمان ننسقها روح حط لي مثلا بالخط العريض حط لي لون مثلا اي سؤال يا جماعه طيب شغله سريعه تعلموها بتفيدكم كمان اذا كان انا عندي جدول عندي جدول من الجداول يعني مثلا هاي تشوفوا هيك هذا ممكن يشتغلوا فيه جدول جيت هيك لصق كنترول في خلاص لصق لي مثلا قلت له بس القيم تمام طبعا امكاني هيك اكبر عشان تكون الصوره واضحه عندكم ملامة التحديد موافق طيب
بامكاني اذا كان انا عندي قيم مفرده ما في خلايا مدمجه بامكاني ايش شو اذا بدي اطبق تنسيق سريع بامكاني اعمل جدول اعمل هي القيم كلها ضمن جدول شايفين طبعا الجداول لحاله كلامه هذا بس بامكاني استفيد من هالخطوه هي لاجراء تطبيق لاجراء تنسيقات سريعه شايف تنسيقات سريعه فانا بنقر ضمن هي او بحددها كون كمان اضمن بحددها بعمل له كنترول تي فبقول لي اين انشاء جدول وبحط لي يحتوي الجدول على رؤوس بقى له نعم يعني في له ترويسات موافق ايش صار عمله جدول وحط لي تنسيقات والامور كلها جاهزه طبعا ممكن يختار عن التنسيق اللي بدي اياه قال له مثلا حط لي هذا التنسيق ها تمام صار عندي جاهز طيب انا هلا ما بدي اياه جدول لما بنقر عليه شوفوا اعطاني ادوات الجدول بقول له روح تحويل الى نطاق صار راح الجدول بس بقى التنسيق في طريقه سريعه جدا للتنسيق بثواني بشتغل شايفين عمل لي غير لي الالوان والاسطر والكذا طريقه سريعه جدا للتنسيق شايفين طيب انا جيت بدي هدول افرزهم ابجديا ايش بعمل بسحب هيك على الاسم وبروح على بيانات او من هون بامكاني كمان فرز وتصفيه بقول له الفرز من الف الى ياء بقول لي توسيع التحديد مشان يفرز لي كلهم جنب بعضه يعني الاسطر كامل يعني هون عمار الحسين بده يجيب لي السبعه وثمانيه والكذا يجيبهم معه بقول له توسيع المتابعه لا توسيع التحديد لانه هو بشكل افتراضي بريد يوسعه شايفين فرز ولا فرز ياهم كلهم شوفوا عمار الحسين السبعه وثمانيه والكذا جابهم معه تمام فعمل لي فرز شوفوا تغيروا الارقام ليش كل واحد عمار الحسين كان رقم واحد ترك رقم واحد تمام او ممكن ارجع افرزهم حسب الارقام بحدد هيك وبقول له فرز قال لي طبعا توسيع التحديد موافق تمام برجع فرز لي حسب الارقام انا لو كان عندي جدول عملت له هيك كنترول تي شايفين لحاله حدده بشكل ذكي او ممكن انا احدده قال له تحويل الجدول موافق الجدول لحاله بيطلع فيه فرز بنقر هيك فرز لي اياه فرز لي اياه تمام او فرز لي اياه حسب القسم فرز لي اياه تمام فهذا هو بنكتفي بهذا القدر من الاكسل طبعا قلت لكم بهمكم فقط العمليات الاساسيه والا اذا كان كنا بدنا نحكي في الاكسل ففيه الكثير الكثير من الامور